اجي هنا اقول له دوت دبل بريسيشن، بس هنشتغل سيريال لان لو اشتغلنا بارلل في مشكله في اللايسنس، فهنشتغل سيريال. طبعا المشكله دي واجهتنا وكلنا عارفين ان هي واجهتنا لسه هتواجهها كده. خلاص كده انا المفروض اجي هنا اقول له امبورت كاد، اقول له دوت مليمتر، هاجي هنا ادخل البامب بتاعتي بس اقول له اوبشن. من البيان اللي كده بدي بتاعتي ما ينفعش. لا هي دي يعني هي صفه زي ما هي كده من غير اسئله. هاجي هنا اقول له وان اوبجكت بير بير بارت وان زوم بير فيس. انت هتشتغل سي اف دي، انت مش محتاج تدخل كاد. كاد فيستنج انت لو دخلت كاد فيستنج، لو دخلت كاد هتنزل لك هنا، لو دخلت كاد هتنزل لك هنا. لا احنا عايزين ندخلها على المش على طول، احنا هنشتغل مش على طول. في المينيمم سايز اقل سمك احنا جبناه المفروض من السوليد وورك كان تقريبا واحد ونص او واحد وربع مللي، فاحنا هنقول لك هنا ده نص مللي. احنا هنقسم الرقم اللي جبناه على ثلاثه، والماكسيمم يعني من ثلاثه لاثنين لو اللاب بتاعك استحمل. خلينا نقول ايه 32، ده انت على وضعك قوي. سيلفر جاب خليها 3 دوك، قال لك سيبها 3 يعني ايه؟ يعني ايه سيبها؟ انا عارف اقول قول في الهالي لما قريت قال لك في البروكسيمتي في كذا طريقه بيجيب لك بيها يقسم بيها الاشياء. في طريقه اسمها بروكسيمتي دي اللي هو ايه؟ لو عملت تو فيسز كده اللي ما بينهم دي هيقول لك دي جاب اللي هي المفروض التو فيسز، اللي هي المفروض بين الانترفيس ده توصل للانترفيس ده، دي جاب بتاعتك. وفي فايدة الاجتماع اللي احنا نجمع اللي هو افتي في ما لا يقل عن 3 سطور. ماشي هو كده خلص. اجي هنا واقول له درو اول، اجي بالي بالمنظر ده تمام. اجي هنا مثلا اقول له دوت رينيم، دي عباره عن بارت 1، دوت عباره عن ايه؟ ده الامبلر. اجي هنا واقول له رينيم، انا عايز دوت سموه لي امبلر. مش مشكله خليها زي ما هي. على فكره التسميه بتفرق فشخ لما تيجي تسمي البومب. بارت 2 ده الامبلر انلت او امبلر بايب انلت. وثلاثة ده الفوليوم الفاز بتاعه. تمام. هاجي اول حاجه ما انا لحم الاوت بايب لحمها في الفيديو عمل لها ميرج هي من السوليد ورك يعني ما فيهاش مشكله ديت. هاجي هنا اول حاجه هقول له في الفوليومتري دوت هقول له كومبيوت هيجيب لي ديت، بس هي متعرفه ان هي سوليد، فاجي اقول له تشينج تايب من سوليد لفلويد. مش عارفين كله فين. بص لو اتلغت بص المنظر. هو ظهر لك المش يعني لو لاحظنا هنا يعني عايزين برضو نكررها تاني عشان خاطر ناخد بالنا من النقطة. لو جيت هنا قلت له كومبيوت بص دوت جنبها مربع حتى هي يعني انت لو جيت هنا وقلت له تشينج تايب قلت له ان دوت من سوليد لفلويد الاحظ ان هي عملها زي بقعة مية. تمام. اجي هنا برضو اقول له ان دوت تشينج تايب سوليد لفلويد. تمام. هاجي عند البارت رقم واحد دوت واقول له درو ليه هو لوحده؟ الامبيلر. وصلى على النبي. اول حاجه هاجي هنا اختار الزون سيلكشن فلتر زون واجي هنا لو لاحظت هنا هو اختار لي الحته ديت بس. تمام. هاجي اقول له رينيم مش باتش بقى لا رينيم اقول له دوت امبيلر انلت. ايوه ممكن هنا اقول له سيت باوندري وادي له الانترفيس بس
انت بتسمع ايه ما هي انترفيس مع ايه ديت هتحصل. لا لحظه بس، انت هنا هتقول له ديت انترفيس بس. لما لاحظت لما كان في مشكله عندك في السولفر ما كانش بيظهر مش انترفيس، ما كانت الخانه اللي مش انترفيس ما كانش متاكتيفه. انا هنا بقول مجرد بقول له ان في انترفيس عندي، بس انترفيس مع ايه انا ما اعرفش. زي مثلا انت مثلا نسيت التليفون بتاعك معايا. جميل فانت اتصلت بيا مثلا من اي تليفون تاني، قلت له بعد التليفون بتاعي رجب مع اي حد، انا قمت قايل له عزام خد التليفون دوت تروح المنطقه الفلانيه هتلاقي واحد اديله التليفون. انت مش عارف مين اللي هيجي لك، وعزام مش عارف هو ادي التليفون لمين. مين بقى اللي هيبقى حالة وصل بينكم اللي هو مش انترفيس دوت؟ انا بقول للسيرفيس دوت انت انترفيس، بقول للسيرفيس التاني انت انترفيس. بس ازاي بقى هصالحهم مع بعض؟ ازاي هقول للاثنين دوت ان انتوا الاثنين هتبقوا انترفيس مع بعض؟ عن طريق حاجه اسمها مش انترفيس، هنشوفها بعد كده. بس انا هنا سيب دي طول وندي الباوندري كونديشن هناك. طب ايه الفرق بين الدمج ده؟ احنا اتكلمنا على الكلام ده قبل ما نسجل الفيديو. لما نخلص بقى نبقى نقعد نهري تاني في كل حاجه. عشان انت بتدي الايميل عشان اجي هنا. انا هنا سميت خلصت الانلت، عايز اعمل الاوتلت. هاجي عند السطح ده والسطح ده والسطح ده والسطح ده والسطح ده، ناخد بالنا ان السطح دوت ده بس هنلاقيه مقسوم نصين، اللي هو هتلاقي فيه سطح مقسوم نصين ده، خلي بالك منه يعني، هتلاقي كله حاجه ده حاجه. هاجي هنا اقول له اعمل لي ميرج لكل الناس تحتيات مع بعضها. يا ابني الحته دي ليه؟ لان انا لما كنت بقف في الاول على السطح كان السطح متقسم. انا هنا لا، انا عايز اخلي السطح ده كله حاجه واحده. كله انت بتقول عليها دي يعتبر الخطوه دي تعتبر هي اللي هتقفل لك كل ده. صح جدع. واجي هنا اقول لهم بتعمل مع الاسطح كلها حاجه واحده لما اخلي كله تاني. يا جدعان انا اهلي صرفوا عليا وفرمطت لحد ما وصلتش وربنا بس ما يستر الكلام ده ما يطلعش غلط يعني. لا بس هي المعلومات كويسه جدا. هاجي هنا برضو اختار كل الاسطح ديت كله ميرج، واجي هنا اقف هلاقي ده كله مع بعضه، واقول له بقى مثلا دوت الفرونت شراوت، ونديله بقى ايه وول انتر وول ده هيبقى وول. بس دي حاجه اسمها موفينج مول، دي بقى قلنا عنها. انت اي حاجه متحركه عندك هتقول له ان ديت موفينج. جميل. يعني الموفينج عندك هيبقى الامبلر بس، اي حاجه في الامبلر هي بتلف. لكن هل انت عندك البايب بتلف ولا الفوليوم بيلف؟ كله ثابت. كله ثابت. فانت تيجي هنا مثلا تقول له ان ده برضو يعمل ميرج. انا الجهل بمعلومه الميرج دي ما كنتش حابب ان انا ادخلها اللي هي زوم بالانترفيس. انا فعلا اول ما فتحتها برضو كانت عامله معايا مشكله، بس يعني الحمد لله. بك شراوت. اوكي نيجي هنا عندنا البليد، نفس الكلام برضو هقول لي البليد اهي كلهم الناس. انت لو ما عملتش ميرج هتلاقي جايلك في السولفر في حاجه اللي حاجه هتلاقي هتلاقي جايلك بقى في السولفر جايلك هنا ده دي اسمها وول مثلا مش عارف كام 30 دي وول دي وول ما اعرفش ايه. لا انا عايزك يا عم جيب لي كله مع بعضه، كل ده بليد، كل دي على بعضها بليد. هقول له برضه هنا ميرش. هاجي هنا لو ما هلاحظ لما باجي دلوقتي اقف على السطح دوت بتلاقي كله اتحط مع بعضه. ليه؟ هنا اقول له تقريبا دي كانت اكبر مشكله فوق بليد. تمام خلاص خلصت يعتبر. هنا ارسم بقى هنا دوت. طبعا هنا مش محتاج اعمل ميرج طبعا. امبلر بايب مش محتاج اعمل ميرج. ده امبلر بايب اوتلت. انا اسف ايه اللي ده اوتلت؟ لو جيت هنا قلت له درو هول ده الانلت. ده الانلت. ايه
يبقى احنا دلوقتي مش في وقت تسويق. هاجي هنا برضه للسطحين دولت. ده امبلر. طيب. قول. لا 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 قول. قول. بايل. قول. اصل التسميه دلوقتي مش هتفرق معايا يعني. عشان لما نيجي تعمل انت اهم حاجه تبقى عارف بس انت هنسمي ايه. فين بايو بجد تفرق؟ بجد ده اللي داخل ده بس كده اللي بعده كده تمام. يا كلمات الفوليوم ده هقول له دوت فوليوت اوتلت. انت اهم حاجه بس تخلي ترتيبك في او مثلا كتابتك تبقى فاهمها كويس، لان انت لما تخش على السيرفر انا ممكن اسمي اسامي معينه انا متعود عليها او انا مثلا شايف ان ديت يعني مريحه بالنسبه لي. ممكن انت بالنسبه لك لا انا الاسامي دوت مش مريحه بالنسبه لك، فما تحكمش نفسك بالكلام اللي انا بقوله. معلش انا جبت لي خد فولت تاني. لا الباوندري كونديشن انا ما اديتش دلوقتي باوندري كونديشن خالص. انا دلوقتي مجرد بسمي باوندري كونديشن انا ماجلها لحته لما نخش السيرفر اللي هي الفيلوسيتي ان للبريشر في الاوتلت. استنى بس طب جبت اللي هي الفوليوت اللي هو مثلا الكلام دوت يعني اداء على السوليد ورك ده ملوش دعوه. ايه فانت محتاج جدا الجزء اللي فوق ده يتقسم لثلاث ثلاث ابواب اللي هي الحته ديت كده. تقسم جزء في النص وجزء هنا وجزء هنا. جميل. الجزء اللي هنا دوت هيدخل مع الوول. جميل. اللي في النص هيبقى الانلت بتاع الفوليوت، والجزء اللي هنا دوت هيخش مع الوول برضه. جميل. ده الوقت بقى انك تقسمه في الكسوله بحيث ان انت تخلي الجزء اللي في النص ده كانه مربع لوحده هينزل لك هنا. هي بص هي ليها اكتر من طريقه، احنا ممكن نعملها على السوليد في حاجه اسمها سبليت سيرفيس. انك بترسم البروفايل بتاعك عادي وبتقول له سبليت السطح ده. في حاجه ثانيه ممكن نعملها على الجيومتري، احنا نرسم زي اسطوانه هنا كده. نيجي في الحته دي كده نرسم اسطوانه بالسمك اللي احنا عايزينه في المكان اللي احنا عايزينه بالظبط. وفي امر في الجيومتري اسمه بوليان. بوليان دوت بيجيب لك الانترسكت بين البادي دوت والبادي دوت، وبتحذف بادي واحد منهم. فاحنا هنحذف السلندر اللي احنا عملناها ونقول له سيب لنا السبليت بتاع السطح دوت. ايوه ايوه نفس السلندر بنفس السمك بتاع. بس احنا ممكن نعملها سبليت سيرفيس من السوليد على طول يعني بدل اللف ده كله يعني. طبعا لو سبليت على السيرفيس قابلتنا مشكله فيه ممكن نعمله هنا كذا في كذا. يعني انا قصدي ان الخيارات متاحه قدامك. طبعا دلوقتي يعني الميزه في اللي احنا عملناه دوت ان انا لو جيت على السطح دوت كده الاقي يقول لي ان دوت اسمه فوليوت وول. لو جيت قلت له خلاص امسح دوت، لو جيت هنا الاقي باكش الراوت. فاهم قصدي؟ انت لو كنت ما مديتش تسميه للسطح لو ما مديتش تسميه للسطح هيجي يقول لك يعني هتلاقي وول 45. طب انت هناك هتدي لها باوندري كونديشن ايه؟ مش هتلاقي باوندري كونديشن. اوكي انا هنا عايز اعمل سامري. هنا بيقول لك السكيو بتاعك 6 فيسز، الماكسيمم سكيونس يعني كبير جدا. فاجي اقول له يعني لا ما ايه السكيونس؟ السكيونس ديت اللي هي نسبه حيود السيلز اللي عندك. فهنا بيقول لك يعني السكيونس عندك في عندك 6 اسطح سكيود، والسكيود بتاعها اكتر من 85% دوت بيعمل لك نيجاتيف سيل. لما بتيجي تدخلها على السولفر بيقول لك لا ما ينفعنيش الكلام ده. هاجي هنا اقول له كواليتي انا عايز الماكسيمم عندي يبقى 7. هاجي هنا اقول له ايه الفرق ما بين الجنرال سموث والسموث والكولابس؟ اهم حاجه الكولابس اللي احنا بنسميها زي السيل نفسها.
هو الجنرال امبروف ده هيعمل لك امبروف لكل المشاكل اللي عندك، لكن انا ما جربتش دي ودي ودي. انا الباب اللي جالك منه ريح لان انت ما كنتش عامل بتاع الميرج لاست. انا ما عملتش ميرج، انا في الاول ما كنتش عامل ميرج، ما كانش راضي يعمل، كانش راضي. كان دلوقتي بص مجرد ما اقول له ابلاي فول اقول له اديني السمري خلاص شيرت الميرج. لما عملت كولابس يعني هجينا اقول له سمري. طبعا البايب يعني كده كده ما فيهاش طبعا مشكله. لما اجي انا اقول له السمري هنا هيجي. احنا ماشيين خطوه خطوه بحيث ان يعني ايه ما فيش حاجه تقول انت صح. يعني انت عندك هنا دي كلها حاجات ان انت هنا اسامي حد تلات اسطح بس اللي انت هتعمل عليهم كواليتي. ماشي طبعا انت هنا عايز تعمل ريب، انا مش هعمل هنا ريب. الراب ده لازم هو هيجي في اول ما هتدخل على السيرفر هيبعت لك رساله هيقول لك ان يعني ريكومند ان انت تعمل راب في حته في جزء معين كده، فانت هتقول له اعمل راب هيحل لك المشكله. السيرفر هي هي يعني بيحل المشكله ديت. بيقول لك ان الراب ده بيملك كارث اللي عندك في الشكل بتاعك اللي بقى كده بين ان انت بتعمل كده بتعمل كده في كارث تخش. تمام فرق بين السطحين بس لما تيجي تعملها في السيرفر بتبقى اون كنترول صح ولا بتعملها من زي اوتوماتيك كده؟ بس هو يعني بيعملها بطريقه لوجيك. بس قد يكون اللوجيك ده مثلا لو حصل حاجه مثلا احنا ندعي ربنا ما فيش حاجه تبوظ بقى. ممكن نجرب نعملها مع نفسنا ده ما خلصنا كل حاجه من حاجه اللي مش هقولها خلاص ولا لا؟ بس هاجي هنا اقول له اعمل لي كنترول على المرحله الاولى. واجي هنا برضه اقول له كرييت. اهم حاجه اسم البارت والريجون تبقى لها ده. ده اللي هو البريزم اللي هو كان ليه ورا بعض على عشان ياخد المنظر ده رول بطريقه كويسه. هنعمل مرحله تشيك مش وهوريكم النقطه دي برضه. كان اسمها بين الانفليشن بين السايزنج سكوب. ماشي ما جربتهاش، ممكن نجربها ونشوف في الحل النهائي هتبقى عامله ازاي. ما هو انت كان طالع عندك على وضعه قوي. اجي هنا اقول له خلاص ديت، اقول له ديت بولي هيدرا، اقول له الجروس بتاعنا 1.2 ده الجروس ريت بتاعك. معدل التزايد بتاعك انت دلوقتي عندك سيل مثلا 1 مللي، انا عايز السيل اللي بعدها تبقى واحد اضرب الرقم دوت في 1.2 ده 1.2 انا احنا لسه مختار المره دي. هاي انا اقول له ماشي. نتمنى بس ما نسيتش حاجه مش عارف. لا كده انت بتعمل مش على كل برد واحد. اه احنا شغالين سيلز لو جيت اختار تلات برضه مش هيمشي. والبار ما بيقبلش يخليك تختار تلاته برضه؟ في مشكلة في اللايش. لو لاحظنا هنا هنلاقي ان الامبيلر كلمة امبيلر بص منظرها بقى عامل ازاي؟ بقى في سن لا بقى لونها اصفر. انا هنا هاجي هنا واجي هنا اقول له اعمل لي الدولت ميرج ده اللي هو ايه البريزم اللي هو اسمه اه. لان انا دلوقتي لو دخلت الدولت على السولفر هيجي لي ان دوت جزء وده جزء. لا انا هقول له دوت على وضعك هقول له دوت اعمل لي دولت ميرج والدولت ميرج عشان اعرف اتعامل معاهم بس اه كحاجه واحده. وهاجي هنا اقول له دولت ميرج برضو السكوب هنا احنا خلاص مظبطينه. هنا برضو الكلام ده كله متظبط واقول له ماشي. خمسين دقيقة
هناك خلص هي الاوردرات برضو مير دور اندت باقي في السيلز والله مير هو بيسيب ليه بيسيب المش الديفولت بتاعت اللي هو المش بيعملها اصلا في الاول بيسيبها؟ اه مين ده انا بيسيبها؟ الحتت اللي انت بتعملها مير دي في في اللي هي المثلثات بتبقى موجوده وفي ال البوليت هتر شوف دلوقتي هل هيبقى فيه مثلثات مبدئيه ولا لا؟ انا شفتها عندي كده ماشي انا بقول لك نشوف يعني احنا كده كده هنعمل تشيك على المش بتاعنا انت عملت ميرج للبوليوت وده مع السوليد انت بتعمل اكسبلود بص بتقول له ان انا عايز اعمل ميرج هنا وفي حاجه تحت كده بتبقى على الشمال بتحدد اهني الاجسام اللي حواليه اللي انت عايز تعمل بيها ميرج معايا عايزين نعمل تشيك بقى على على الكلام بتاعنا بص مفيش مثلثات دلوقتي كله كل هيدرا بس ماشي انا دلوقتي بقى عايز عايزين نعمل تشيك هنا اللي عايزين نعمل تشيك على المش اللي احنا عملناه يعني نشوف عمل حد بلان اه نشوف ايه اللي احنا بنعمله دوت يعني بص انت هتلاقي هنا احنا قلنا له اعمل خمسه بريزم ادي اول واحده تاني واحده هتلاقيها اكبر سنه تاني واحده هتلاقيها اكبر سنه اكبر اكبر طبعا لو انا قلت له ان انا عايزك تعمل البريزم بتاعك 1.6 هتلاقي ديت اكبر من كده بشويه ودي اكبر من كده بشويه لكن انا قلت له اعملها 2.1 1.2 هنلاقي هنا ان دي الحاجات اللي فاضت في النص ده لا ده هو واخد سيكشن واخد لك سيل كده وماشي بيها في يعني بعد كده شويه ارجع على ايه الحته دي البليت دي المكان الفاضي بتاع البليت اه انت عندك مكان ايوه ايوه انت لو جيت هنا مثلا دلوقتي بص هتلاقي منظر اللي هو البولي هيدرا دوت ده المنظر بتاعنا طبعا لو عملت عملنا تترا هيدرا هنلاقي منظر مختلف عن كده والله هو الدكتور قال لك ان انت دلوقتي عندك في تترا هيدرا في عندك او عندك ستراكشر مش وعندك ان ستراكشر مش فهو قال لك ان البولي هيدرا ديت دي ان ستراكشر مش المفروض الكواليتي بتاعتها ضعيفه بس هم عدلوا في الهيدرا خلوه بولي هيدرا بحيث ان يعلوا الكواليتي بتاعته شويه يعني انت دلوقتي عندك ان ستراكشر انت هتجبر ان انت تشتغل هنا ان ستراكشر فهم لا انت دلوقتي هتشتغل ان ستراكشر وكمان الكواليتي بتاعتها ايه ايه يعني اكبر الناس شغال بالستراكشر يكبر دلوقتي عندك الستراكشر ده طبعا ايه؟ ايه الفرق بين ده وده؟ دلوقتي لو عندك هرم وعندك هتشتغل اهرامات بيراميد ده ان ستراكشر لكن مثلا لو مربعات ده ستراكشر الكواليتي بتاعه المش بتاعك بتبقى عاليه اما فيش حاجه تبقى داخله في بعضها الكواليتي تبقى عاليه جدا البولي هيدرا بقى دي حاجه كواليتي بتاعتها كويسه ما انت هنا مش هتشتغل ستراكشر ازاي هنا مش هينفع تعمل ستراكشر انت عندك زوايا ضيقه واماكن ضيقه هتعمل فيها يعني هتعمل فيها ازاي يعني انت لما طلعت من الشيك بتاع المش انت عرفت انت شايف انا سيف للبروجكت دوت اي مثلا طبعا انا عامل الكلام ده قبل كده فانا
ككلام كروكي كده مثلا ده اعمل نيو فولدر واقول له سيف بال باي اس عزام عزام الراجل قال لك عزام عشان نسيبه يعمل الحته دي عشان اعالج المشكله اللي هي واجهتني ده قلت لكم عليها دي دي تقريبا مشكله لايسنس ممكن تكون المشكله دي عندنا بس يعني ممكن انتوا لو مشيتوها ما تلاقوش عندكم مشكله كان دي مشكله عندنا بس يعني انا اقول له اعمل اكسبورت في المش عايزين نروح على الديسك توب اختار رجب الفولدر 3 وهنا اقول له اعمل سيف بسيف بسيف المش دي وهنا سيف مش اهي بسيف كيس برضه بحس ان انا في اي وقت عايز اخش اشوفها مش تعدل فيها بس يعني اخش نشوفها بس انا جاي في ايه اه ده التسليفه الاولانيه سيفتها عشان خاطر بتحل عندنا مشكله عندنا ما اعرفش اللايسنس عندي فيها اللايسنس عندي فيها مشكله فانا بحب اعمل كده عشان خاطر يعني احلها سيف مرتين يعني المفروض التسليفه الثانيه تبقى الكيس والمش ديت انا بعملها يعني انت كل حاجه هتسيف تاني يعني خلاص انا هقفل ديت برضه ابو فلوس ابو فلوس ابو فلوس روح ايوه هو ده هو ده 4 في حاجات يعني عدم معرفتك بيها في حاجه زي كده مش هتقول له انت احنا عايزين نعمل كيس ستادي معاك يا الذين امنوا لا تسالوا عن اشياء ضد لكم تسؤكم يعني نقول له امبورت المش بتاعتنا الحل ده مش بتعمله يا جماعه لو انت عامل لو انت عامل امبورت المش بس انا لما الاول كنت بعمل امبورت المش من غير ما اعمل الحركات اللي انا عملتها ديت كان بيجي هنا فيسس نود كان بيجي عند النود ويقف بقى ساعتين ثلاثة كده وما بيعملش حاجة لكن هنا بقى خلاص نزلت هو هنا بقى هيقول لي الرسالة اللي هو هيقول لي اعمل راب هنا هيقول لي information recommend اعمل راب the correction and the solve set راب face gradient correct enable yes yes وهنا بيقول لي يعني ان انت اعمل بقى الراب بتاعتك ديت عشان تحل المشكلة انت كنت بتتكلم فيها ديت فانا عشان كده سبتها هناك يعني ان السولفر بيحل لي شوية مشاكل يعني الخطوة اللي هي بتاعت الراب يعني هاجي هنا اقول له اهم حاجه السكيل طبعا السكيل ده انت استحاله عندك البامب 41 متر لان دي عملت معايا مشكله بصراحه الدكتور 41 متر بامب بتغذي منين بامب بتغذي منين 41 متر بس مجرد ما قلت له اعمل سكيل دلوقتي جاب لي هنا بص يعني هنا الارقام اهو تخليها ملي سنتو ملي مش عارف ملي بس اول ما اعمل تشيك تشيك كده مش عارف دون طبعا احنا هنشتغل ترانزيانت بس خلينا الاول في الكلام بتاعنا اللي هو العادي تقدر على ترانزيانت هو انت عشان عايزين يعني عشان بس الفيديو قال لك اقل ما مش اقل من 10000 تريشن لا هي حقيقه النقطه الثانيه هنبقى نتكلم فيها بس لما نخلص الفيديو يعني انا هقول له كي ابسلون ار ان جي سوير اقول له كي ماتيريال هذا فلوينت فلو اللي انت هو في فلوينت فلو في فلوينت فلو اللي كان في الاول خالص انا ما عملتش بس بيومتريك انسز ميشر لا خلاص انسى ده مش هو مفيش غير الفيلم انت ده عزام احنا جربناه الامبلر الامبلر هنا خلينا نركز في الحاجه دي اقول له ان دوت غير الووتر ليكويد واقول له ان دوت فريم موشن طبعا احنا لو قلنا في الاول ان ترانزيانت هيقول لي هنا مش موشن واظن شغلنا كله سنه هيبقى على مش موشن بس في مشكله برضو عندي في المش موشن احنا بنتكلم فيها مع الدكتور ان شاء الله يعني نحاول نحلها طبعا هنا هو هنا بيقول لي راديان بير سكند طبعا ما بيشتغلش راديان بير سكند فاقول له هنا ار بي ام شكرا الار بي ام كان حوالي 2940
في هنا حاجة اسمها قاعدة اليد اليمنى، ان انا عندي هنا الاكسيز عامل كده وانا عايز اتلف كده، فانا هسيبها واحد. انا مش عارف ليه الاكسيز مش ظاهرة، هي كده هنا كده كده مظبوطة، لان احنا عاملينها مظبوطة على بتاع التاني ده. هنا الامبيلر بريزم دوت، انا هنا كل اللي هغيره الووتر، ان احنا عندنا هل الامبيلر بايب بتلف؟ ما بتلفش. جميل. فانا هقول له ان هي ووتر بس. ووتر ليكويد. وانا هقول له برضه ان هي ووتر ليكويد وبس. اقول له انا ان عشان الامبيلر بس اللي بتلف. انت عندك حاجه ثانيه بتلف؟ تمام. الباوندري كونديشن، ان عندي الباك شراود. الباك شراود بتلف معايا، بتعمل روتيشن حسب الريليتيف تو ادجاستنج سيل زون. معناه ايه؟ ان هي هتلف بالسرعه اللي انا حاططها في السيل زون. جميل. اللي هي 2940. الباك شراود بتلف، البليد بتلف، الفرونت شراود بتلف. هو انت في الامبيلر عملت روتيشن برضه؟ فريم موشن راديان بير سكند. البريزم ده انتيريور، دي منطقه انتيريور عباره عن فلويد ما بتعملش فيها حاجه. الامبيلر انلت، الامبيلر انلت عندي عباره عن انترفيس. الامبيلر اوتلت عباره عندي عن انترفيس. الامبيلر بايب انلت عباره عن انلت فلو. فين انلت فلو يا جدعان؟ او فيلوسيتي انلت. فيلوسيتي دي فيلوسيتي انلت. احنا فيلوسيتي انلت عندنا حوالي 1.5 متر. طبعا الارقام ديت ممكن تتغير، احنا بناخد بس المضمون. اي حاجه انتيريور ماليش دعوه بيها. البايب اوتلت ده انترفيس. بايب اوتلت مع بايب اوتلت والامبلر انلت الاثنين انترفيس مع بعض. البايب اوتلت مع الامبيلر انلت. انت البايب بيخرج على الفلويد ولا بيخرج على الامبيلر؟ تمام. بص انت احنا هنخرجك من السيف دي ما تقلقش. البايب وول طبعا ما بتلفش. الفوليوت انلت عباره عن انترفيس. الفوليوت اوتلت وهنديلها اوتلت اوت فلو ونقول له انت بقى يعني ايه توقعها مع نفسك. الفوليوت وول عباره عن ما بتلفش. يبقى احنا كده اهم حاجه ادينا دولت دي ودي ودي الحاجات اللي بتلف ودي والانترفيس. دولت انترفيس ودي انترفيس ودولت بيلف. لا الديفولت ما كانش انترفيس، الديفولت انا عامل الديفولت الكل وول. مش انترفيس. دي تعتبر النقطه بقى اللي انا هقول الوش دوت. خلي بالك ان الوش دوت هو الانترفيس بتاعك. فين انا هقول كرييت انترفيس؟ مثلا هقول له انترفيس دوت الامبيلر انلت. الامبيلر انلت عندي الامبيلر انلت مع البايب اوتلت بيعملوا انترفيس صح؟ تمام. هقول له كرييت. لو رحت عند باوندري كونديشن هلاقي شويه حاجات جديده ظهرت كده، اعمل نفسك مش شايفها، ملهاش لازمه، ما مش هتاثر معاك في الحل. تمام. انت لما ترجع هتلاقي في حاجات جديده ظهرت وول جديده ظهرت. لا ما يشغلكش. والامبيلر اوتلت عباره عن الامبيلر اوتلت مع الفوليوت انلت واقول له كرييت كده. انا اللي عملته دلوقتي اللي هو المش انترفيس، ان انا بقول نخلي بالك الانترفيس دوت مع ده وده مع ده. جميل. جميل. الديناميك مش هنحتاجه، الكلام ده كله مش هنحتاجه. سوليوشن هنا بقى مرحله الراب اللي احنا كنا بنتكلم فيها. اقول له راب فيز جراديانت كوركت وهاي اوردر تيرم، عشان يعني ده هاي اوردر تيرم ديت عشان خاطر البريسيشن بتاعي يبقى عالي شويه. واقول له اول فاريبل اوكي. سوليوشن كنترول هنا مش عامل حاجه، المونيتورنج هنا بس. هاجي اقول له هنا ان انا عايز الايرور بتاعي يبقى 10 اس 6. في حاجات برضه هنا بيقول لك اللي هو عاوز دراج مونيتور وليفت. هل انت عندك دراج وعندك ليفت؟ الدراج والليفت دلوقتي بيبقوا موجودين في التيارات. يعني انت هنا ما انت انا ممكن تكريت بقى اللي انت عايزه دراج ليفت مومنت، بس انت مش محتاج ولا دراج ولا ليفت هنا. هو انا اصلا يعني بيطلع لك الحاجات فانت
ماشي يعني احنا دلوقتي بنتكلم في البامبل ستاندرد خالص من غير اي تعديل، عايزين بس نعرف احنا هنمشي ازاي في البامبل ستاندرد. مفيش مشكله اي تعديل بعد كده يعني ايه نبقى نقعد هنبقى نقعد مع بعض. الدكتور اكيد هيقول لنا مثلا انا عايز اعمل النقطه الفلانيه، النقطه الفلانيه هنعملها ازاي يا جماعه، ندور على النت نشوف مشاكل نحل مشكله زي النهارده كده، وفي الاخر نروح للدكتور هنا اقول له ستاندرد واقول له انيشلايز الكلام ده اهو. طبعا انيشلايز مرحله الانيشلايز ده بتفرق معانا، احنا كده كده هنعمل حوالي 2500 تيتريشن 3000 تيتريشن كده احنا نبقى خلصنا. ما احنا بتعمل ايه اصلا؟ انا بجيب النواتج الاولانيه بتاعتي. طب مش ممكن تعمل مثلا حاجه معينه تشيك كيس لو جه جاب لي كلام اكتر من ديت يبقى في مشكله، نرجع نحل المشكله بتاعتنا. تمام جميل جميل. هقول له نمبر فيتريشن مثلا 2500 المفروض على لا طبعا هيشتغل لحد امتى؟ لحد ما يوصل لنسبه الخطا. احنا مش هنوصل لنسبه الخطا، احنا هنوصل لمرحله ساتسفايد. الدكتور مثلا قال لك انا شغال عندي بيعمل جيت انجن ولا مش عارف جيت تقريبا اه، قال لك بقاله 3 شهور شغال عشان يطلع الفريشن. احنا هتشغل اللاب بتاعك 3 شهور؟ انا مش قصدي على كده، انا قصدي انت حاول نسبه الخطا عشان تعوض 10 فمثلا عملتها في 10 اتريشن 50 اتريشن عوضه في نسبه الخطا. بس هتحتاج منك في الايرور، نسبه الايرور هنا في احنا في الريزيديو خلاص المونيتور اه. بس انت مثلا دلوقتي انت دلوقتي قرينا النت كده بس لحظه بس لحظه انت دلوقتي عندك اللهم صل على النبي. انا عندي مشكله في الذاكره احنا ماشي عادي انت ممكن اصلا بعمل الريبورتنج انترفال دوت، وهنا لما انت تيجي تشتغل اتريشن هيطلع لك ريبورت هنا. انت الريبورت دوت بتقول له اعمله لي كل واحد اتريشن، وبروفايل ابديت اللي هو البروفايل اللي هيطلع لك هيظهر لك مكان المكان ده كده، يظهر لك البروفايل والداتا فايل. طبعا احنا يعني ايه مش محتاجين اكتر من الحاجات الاساسيه اللي عندنا تظهر اللي تظهر. اقول له كالكوليت، انا مش هضغط دلوقتي طبعا. احنا كده يعتبر خلاص، يعتبر خلصنا الكيس دي. مجرد ما اقول له كالكوليت هيبتدي الاتريشن. مثلا لو قلت له دلوقتي كالكوليت مثلا يعني احنا كده كده في ستوب، الستوب تحت ايدينا يعني. حد يوقف الستوب ده يا اخوان. كام؟ 4:05 الساعة 1 داخل على اوروبا. يلا طب يلا لم بالليل يعني احنا كده دلوقتي هيبتدي يظهر عندنا ال دي اصلا ظهر لوحدها على حاجه كده. اه هي ظهرت تظهر لوحدها. تمام. بص الاتريشن بتاعنا جاب لك كونتينيوتي اكس فيلوستي واي فيلوستي اكس زد فيلوستي الكي الابسلون، دول هيظهروا عندك في الريزيديو دلوقتي. هتيجي تقول له هنا ستوب، هو بيوقف ستوب على طول.